أخيرا لقيتك. ذبحتني أخوي أنا أدور عليك. صار لي دهر أدور على عدسة أنامورفك. آخ يا قلبي على عدسة أنامورفك. والحبيب عنده إياها ويصور فيها. ترى عارف إنها العدسات وايد غالية، على 60,000 80,000 دولار. الحين طلع العدسة وعطني إياها. تعال ليش ساكت؟ أوه نسيت، لحظة لحظة. كله بحلجك؟ في احد هني؟ اي الو في احد هني؟ حتى لو تصارخ لي باكر ما حد لك هني. سمعت يا اخوي؟ انت فاهم الموضوع غلط. انا مصور على قد حالي، والعدسه اللي تكلم عنها ترى صدق انا مورفك، بس مو بغاليه، هالعدسه رخيصه. حبيبي العبها على غيري. شلون انا مورفك ومو بغاليه؟ يا ريال اقول لك هالعدسه مو بغاليه، سعرها تقريبا 700 دولار بس. شنو؟ احلف صدقني اخوي، هالعدسات جديده من شركه سروي. لا تحصلها من البحرين من مون ميديا. قص عليه بعد ها؟ اكيد الكواليتي تعبان. لا 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 بالعكس، هاي نفسها اللي استخدمتها في الصوره. هاي عدسات ام اف تي ماونت 50 ام ام 1.8 انا مورفك، والماونت مالهم ام اف تي، يعني تقدر تستخدمهم على بلاك ماجيك وباناسونيك. واذا بستخدم كانون نيكون حتى سوني؟ لا تحاتي اخوي، سروي ترى منزلين ادابتر حق سوني اي ماونت كانون اي اف ام وحتى نيكون زد. خوش، بعد شنو تعرف عنها؟ اصلا بروحك خبير وافهم مني وعارف كل شيء. بعد تكلم ولا كف الحين. هالعدسه نفس ما قلت لك 50 ام ام فتحه 1.8 انامورفيك 1.33x، يعني هالفوتج اذا نزلته في البريمير يصير لك سكويز نفس ما قاعد تشوفون الحين. فلازم في البرنامج بريمير تروح رايت كليك وتختار على 1.33x عشان يصير لك سكويز نفس ما سوينا الحين، وما راح تخسر الكواليتي وتستغل كل بكسل من الكاميرا وتحصل مساحه جانبيه اوسع. بمعنى الكلمه اذا بنصور نفس المشهد بعدسه عاديه 50 ام ام كذي راح نخلي بار فوق وبار تحت وخسرنا الكواليتي وحتى اللوك ما راح يكون سينمائي. فهمت؟ بس هي هالنبره مو عجبتني. قصر حسك لا قص لسانك. وكم مره اسالك وين العدسه؟ اكيد هي في الشنطه. يلا حبيبي شيل اغراضك ومع السلامه. بس عمي العدسه ما قلت تحصل عند مون ميديا؟ يلا روح خذ لك واحده ثانيه.